كنا منقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل، مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في بحر الحور على الشطين. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. مرحبا. أهلا. كيفك يا حجي؟ أهلين سهلي. شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين، عايشين بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله دائما وأبدا. الله يسلمك. بفضل من الله. الحمد لله رب العالمين. أبو شو بيقولوا لك؟ أبو غالب. أبو غالب؟ أبو غالب يا أبو غالب. نحن وين هلأ؟ صافيتا. قلب صافيتا. أول صافيتا. أول صافيتا. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني أنت أول واحد بتشارك معنا بالمسابقة، بيشارك معنا بالمسابقة. شو وين رايح؟ والله رايح عبيد، يعني إذا تفضل شربوا فنجان قهوة. أهلا وسهلا فيكم. بتفضل نشرب فنجان قهوة؟ إيه. وين بيتك ليش؟ بيتي بحال غربي جنب فن الرقمين. شو شاري؟ والله بندورة، شريت البندورة، وأنا بشتغل محل سياحية. أبو غالب يا أبو غالب، أسئلتنا صعبة شوي. والله إذا صعب يا هذا ما تسلي. واحد زائد واحد بصير اثنين. برافو عليك، ربحت معنا 50,000. الله يعود عليكم. ثلاثة وواحد أربعة، ربحت معنا 50,000 تاني، صاروا 100,000. الله يعود عليكم ويكثر خيركم. أبو غالب فضل. ستة وواحد سبعة، صاروا 150,000. يا أبو غالب تفضل. بشو مشهورة صافيتا؟ صافيتا أثرية فيها البرج مع دور الرومي، مشهورة بكرمة وضيافتها. هاي شيء، هذا شيء تحصيل حاصل. ايه؟ تحصيل حاصل. تفضل. كريمين من يوم يومكم. ايه الحمد لله. طرطوس وريف طرطوس. والله وصافيتا بالتحديد. والله والنعم منكم ومن صافيتا. بأكلت أكلة هيك أكلة. بأكلت كبة. كبة. كبة ورق عنب. كل سوريا مشهورة فيها. كبة ورق عنب. صاروا 200,000. الله يعود عليك. دبرنا بشي. والله كتر خيركم. مبروك. الله يبارك بعمركم. وبالتوفيق. الله ييسر أمركم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلك بدك وصلك. لا والله ما إذا بتشربوا حيد شربوا في جاقاية في مالك. لك عيني روحك. غريك لا. الله يديمك. أميت أهلا. السلام عليكم. الله وعليكم السلام. الله يعود عليكم. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ اهلا سيد شادي حبه. حبيب قلبي الله يخلي لك. تسلم. بخير. كيفك؟ عم بخير. انت بخير. الله يسلمك. شو بخير؟ جيتكم بخير جدا. شو قاعد هون عم تعمل هيك؟ والله قاعد عم لف لصافيتا وشفناك. والله انا من حمص، من قريه اسمها فاحل. على راسي. من فاح؟ فاحل. فاحل. ايوه. هي تقع بريف وين حمص؟ الغربي. ريف الغربي. منطقه كفرام رباح. وانت شو عم تعمل هون بصافيتا؟ والله جاي هيك زيارة. أبو شو بيقولوا لك؟ أنا أبو كنان. أبو كنان كم ولد عندك؟ عندي الله يخلي أولادكم جميع ويزوج العزابية منكم، عندي أربع بنات وعندي صبيين اثنين. أربعة وواحد. خمس مرات اتصابت. خمس مرات تصابت؟ خمس مرات اتصابت. ربحت معنا أول 50,000. ثلاثة واثنين. وعندي أربع بنات. ثلاثة واثنين. ثلاثة زائد اثنين. ثلاثة زائد اثنين خمسة، صاروا 100,000. واحد وأربعة. واحد وأربعة خمسة، صاروا 150,000. عندي أربع بنات.
هلا عندي هاي الاخيره شروق سنه خامسه هندسي اخذت الاولى بالفحص الوطني على جامعات القطر ما شاء الله والاولى على الجامعه بحمص. ابوي لاحظ كيف انه لما الله بده يسخر حدا يوصل لعند حضرتك كيف نحن هلا لسه هلا دخلنا وانت تاني متسابق معنا نحن برنامج مسابقات. الله يبارك فيكم وديم صحتك وانت لك هامات نحن يعني لخدمتك. اثنين واثنين اربعة فوق واحد خمسة صاروا 200,000. اثنين وثلاثة خمسة. الإجابات كلها هي عدد إصابات ابنك اللي نحن بنفتخر فيها ويطولي في عمرك. بارك الله فيك. الله بوشنا راسك لخدمتكم. لا الله يخليك. لا لا ما توصلوا ما توصلوا لا والله لا لا ما توصلوا كلمة حقيقية للناس وما توصل ما تحصل لحقها. الله يخليك. ما تحصل لحقها. الله يخليك على السيرة. عندي مهندسات ثلاثة ما شاء الله. هي بناتي ثلاثة منهم تنتين من زوجات ولسه هذه وحدة. نفتخر فيهم. نفتخر بكل طيب. الله يديمك. وكل إنسان معطاء. الله يخليك. والله يديم صحتك. وفقكم الله. السلام عليكم. مرحبا. اهلا استاذ شادي. اهلا. كيف الصحة؟ الله يسلمك يا رب. ان شاء الله بخير. الحمد لله شكر الله. كيفك انت؟ والله والله مشتاق لكم. كيف حلب؟ حلب منيحة. ان شاء الله تضل بخير يا رب. شو وين رايحين؟ جيتك. وين رايحين؟ رايحين على السوق. شوي. على السوق شوي. شو هذا الكرسي؟ لمين هذا الكرسي؟ هذه للجريحة يارا. جريحة يارا؟ جريحة يارا وين الجريحة يارا؟ خليكي يا يارا. يارا لشو هذا الكرسي؟ لأني تصاوب تفجير طرطوس. متصاوبة؟ تفجير طرطوس؟ أيوه. شو صار معي؟ شلل الأطراف سفليين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. يارا عم تدرسي أنت؟ إيه تخرجت. شو تخرجتي؟ معهد تجاري مصرفي. تخرجتي قبل ما تصاوبي ولا بعد؟ لا انا وقت التصاوب كنت بمشروع بيوم نقاش مشروع التخرج. بعدين تصاوبتي؟ ايوه بعدين قدمت امتحان الاخير وتخرجت. من وين انت يارا؟ انا من صافيتا. من صافيتا؟ ايه من دا اسمها كرزيين. كرزيين؟ حكر زهيين. حكر؟ زهيين. حكر زهيين. ايوه. طيب أعطينا ضيعتين يا يارا جنب حكر زهي. أول شيء عامودي وأوبين. والله أنا ما بعرف بس أكيد. رحتي معنا 50,000. يسلموا لياتك يارا. كم واحد أنتم بالبيت؟ نحن أربع بنات وشب. أربع بنات وشب. وشب. الوالد موجود؟ الوالد له سنة متوفى. مين عم يصرف على البيت من بعد رب العالمين؟ والله الماما. بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ والله مو انه بتشتغل بس انه كان انه شو بسرها مثلا انه بتشتغل يعني. انت نازله بالكرسي رايحه على السوق يعني؟ ايه. 4-1 4-1-5. يلا لحقي معي. انا انت معهد شو قلتي لي؟ متخرجه؟ تجاري مصرفي. تجاري مصرفي. ايه. بدك تلحقي عد ايه بس هلا من الصدمه اني شفتك مدغ. هذا برنامجنا هيك بيعتمد. 6-2 6-8 صاروا 150,000. يسلم. 6-4 10-10 اجت معاد ما مصر 10-10 صح. برافو. صاروا 200,000. 4-1 5 صاروا ربع مليون. 3-2 5 سؤال صعب. 5-5 بفتخر فيكي انا على المستوى الشخصي والله. انا اكثر شيء بفتخر فيك. معافاي ان شاء الله. الله يعافيك يا رب. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. دائما الواحد بيقول هيك ولا الحمد لله على كل شيء. الله. سلمي لي على الوالدة. الله يسلمك يا رب. وعلى كل خواتك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. شكرا لك استاذ شادي. شكرا لكم على البسمة هاي. شكرا. هلا هذا الميكرو صار من حظي. شو بعمل انا؟ حظي حلو. نحن الحظنا حلو. من وين حضرتك؟ انا من صافيطة من حكر زهية كمان. انا على راسي. دول بناتك؟ ايوه. شو بتشتغلوا؟ بشرة معلمة مدرسة. هاي صغيرة بنتها. وهاي اسمها لميز مدرسة بكالوريا.
شو؟ بكالوريا. بكالوريا؟ أيوة. وشو مين بصرف على البيت؟ والله أنا. شو بتشتغلي؟ ما أشتغل هيك بالأرض بالبيت و... كم ولد عندك؟ عندي 4 بنات وشاب صغير. أم شو بيقولوا لك؟ أم يحيى. على رأسي يا أم الله يحيى. يسلم راسك يا رب. أم يحيى بشو مشهورة ضيعتكم؟ بشي أكلة هيك كذا؟ أنت معلمة ليش عم تزوريني طيب؟ بشو مشهورة؟ كل الأكلات الطيبة اللي ورق عنب. ورق عنب ها؟ أيوة. جاوبت هي ربحت. ماك هي. تفضلي. طيب شو طبخة هيك بتطلع من تحت دياتك مثل ما بقولوا بالحلبة هيك؟ بالحلبة. شي بياخذ العقل هيك بيقولوا. بتطلع في المحاشي في الكبي. ها قالت محاشي. كبة شو مقلية مشوية شو؟ لا مشوية أطيب. إذا كان مشوية على الفحم أطيب. والله أنت إلك عرق حلبي معناته. ما هيك أنا بحبن كتير للحلبيين. أنا بحبن كتير والله العظيم بحبن كتير. لكل حلبية بحبوكم. والله لهيك الله هيك حضانا فيك بهالوجه الحلو. أنا بتشرف فيكم كلياتكم. تسلم كلك زوج. أنا بعتبر حالي من كل سوريا. ونحن ولي الشرف. ونحن كلياتنا أيوة. وأنت رايحة. كلياتنا نحن من سوريا. ثلاثة واثنين. خمسة. تعي أنت. تفضل. شكرا يسلموا. تعي عمو شو اسمك؟ سيلينو. ها؟ سيلينو. سيلينو يعني مو سيلين، سيلينو مع الدلع. أيوة. مع الدلع حصرا. واحد وواحد. اثنين. انسى وعم بتنقلي. معناتها بتغش. أربعة وثلاثة انسى. سبعة. ترددتي لا بك مسألة صغيرة. ألف شكر لألي. ثلاثة واثنين. خمسة. شكرا. واحد وواحد. اثنين. دخيل هالعين بينك. تسلم كلك ذوق. الله يديمكم. الله يسلمك يا رب. ألف عافية. الله يعافيك. إن شاء الله بالسلامة. إن شاء الله أن نشوفك نحن بزيارة عنا. أنا إلي الشرف. والله. والله نحن عنا الشرف. والله صيفت ما بتلاقيني غير صرت بهالضياع بهالمناطق كلها. نحن بنتمنى فعلا نتمنى أنك تزورنا بالبيت وبتضيع وعنا طبيعة والله. أحلى من هون هسه بكتير. بتشرف والله. يا على راس وعيني. شكرا ألف شكر لك. يعطيك ألف. خلي. مرحبا. لا هلا. كيفك؟ شو أخبارك؟ تفضل تسريح. لا فعلت. لا والله بدك تسريح. على راسي. أنا بمشي بعود. عود لو سمحت عود. عود ريح. شو اسمك؟ خليل والسوف. خليل والسوف. انت من صافيتا؟ من صافيتا. ايوه سي صافيتا واهل صافيتا. خليل يا خليل، اصابة حرب؟ حرب. ايوه خليل. انت متزوج؟ ايوه والله. كم ولد عندك؟ لسه الله مطعم ان شاء الله. الله بطعمك الخلفة الصالحة. الله يسلمك يا رب. قد ايه صار لك متزوج؟ سنة ونص. شهر عسل. ايوه والله سنة عسل. بعدين بعد 4 سنين تقول يا ريتني ما جا. لا هي شيء على لك اتركها. انا 14 سنه صلي متزوج. الله يخليك. بس بعتبر حالي لسه صلي سنين اساسا هيك. كيف يصير؟ 4 1 مركب طرف. والله كنت مركب بس عندي وضع بالورك في. أيه. عندي الاصابه كانت بالمفصل وبالورك يعني. وهلا بدنا عمليه يعني. اي والله هسه بدي ارجع اعمل عمليه حتى تقدر تركب المفصل. اي والله هلا بلا مفصل. 4 1 قلنا 5 جاوبت. 2 و3 5. الإجابة إنك تضحك. صاروا 100. واحد وواحد. 2. 4 و5. 9. 9 و1. 10. 250 كملوا على 300. 1 و1. 2. هي هدية العرس. والله يسلم دياتك. أشكر الله. ان شاء الله بخير. الله يجعلك بخير. شو هالوش المنور ما شاء الله عليك. ربي يخلي لك. من وين حضرتك؟ من صافيتا. من هون على راسي. صافيتا شو هال سلم راسك. يعني صافيتا جمال الطبيعه تمام وجمال اخلاق اهلها. حياك الله. هذا من اصلك. يعني انا صراحه مالي متفاجئ بس مبسوط كثير يعني انبسطت اكثر. هذا من ابو شو بيقولوا لك؟ ابو هادي. ابو هادي. يا ابو هادي. 2 و1. 2 و1 3. يا عم تزور انت؟
ايه الله يعود عليك. ثلاثة واحد وواحد اثنين دخيلها عندين هي خليلي يا قرب. شكرا كثير لك. أربعة وواحد خمسة. شكرا كثير لك. خمسة واثنين سبعة. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير استاذ. شكرا لك. شو هالعيلة الحلوة؟ شو هالعيلة الحلوة هي؟ لك اضحكي. ايش بك خيتوه هي بالحلبي؟ كيفك؟ الحمد لله. بس والله انت اللي عم تزور. لا والله. شو بك؟ حاك للدنيا بتضحك لي. نسوي بس وقف عجو شوي لهيك بتجعوا لهيك. انا تعبان. شو بو؟ هو مسافر. هلا كان الدكتور هيك. حقك عليك انا اسف. ولا يهمك. أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة. سبعة. جاوب عنك أمرك شو بدك؟ بس لازم تجاوب لحتى تربح. كم ولد عندكم؟ هالولدين. صبي وبنت؟ الله يخليك يا عم. وين من صافيتا؟ في الريخة. ثلاثة. هلا رح أسألك تكرم. أربعة وواحد؟ أربعة خمسة. وواحد. ها؟ خمسة. جواب نهائي؟ ثلاثة واثنين. خمسة. واحد. هذا السؤال بقى صعب. ربحتي معنا. يلا يعطيكم العافية. مرحبا. هلا. كيفك؟ هلا. كيفك؟ منيحة. أم شو أنت؟ أم علي. لك دخيل أم علي أنا. واحد وواحد أم علي. اثنين. دخيل هالعنتين. تفضلي ربحتي معنا 50,000. مرحبا. ثلاثة واثنين. خمسة. من وين أنت؟ من حلب. الحلبية. إيش عم تعملي هون خيتو؟ والله جاي أخذ صغير على الدكتور. يلا كل عام بخير. ثلاثة واثنين. ضربتنا ولا زادت؟ ثلاثة. ربحتي معنا بدون إجابة. واحد وواحد. اثنين. لحظة. كيف؟ الله يسلمك. أهلا وسهلا فيكم. زبطة زبطة. أهلا وسهلا فيكم. مزبطة الأمور كلها. اثنين وواحد. ثلاثة. أربعة وواحد. خمسة. ثلاثة واثنين. هلا بنتصور. خمسة. خمسة. ستة وثلاثة. ستة وثلاثة تسعة. من وين حضرتك؟ من حلب. حلبي ايش عم تعملوا؟ والله اهل صافيتا بينحبوا. انا لي الشرف اسكن هون كمان. اثنين. سؤال صعب ها؟ ركزي. عيني مثل ما بيقولوا عيني. ثلاثة وواحد. أربعة. ستة وأربعة. عشرة. شادي حلوة. كيفك؟ كيفك الله يسلمك. كيفك انت؟ الحمد لله. ان شاء الله بخير. الله يسلمك يا رب. امورك تمام؟ والله يعني. يعني؟ يعني. نص على نص؟ نص على نص. خلينا هيك بس نوقف مشان الكاميرا. قربي شوي كمان بخاف عليكي. من الطريق؟ من الطريق طبعا. شو اسمها هون المنطقة؟ حوحو. حارة من صافيتا. حارة من صافيتا. من صافيتا. أيوه. حارة الشرقية ناس بتقول لها وحو. ام شو بيقولوا لي؟ ام علي. أم علي كم ولد عندك يا أم علي؟ علي بس. بس علي؟ الله يخليك. الله يسلمك. شو بتشتغلوا؟ والله ست بيت ماني مشتغل شي. مين عم بيصرف على البيت؟ جوزي هيك. شو بيشتغل؟ كان فاتح مكتب هلا حاليا تعرف الظروف. أم علي يا أم علي. أربعة وواحد. أربعة زائد واحد. خمسة. خمسة. ستة زائد اثنين. ماني. الله يبارك. صاروا 100,000. الله يبارك فيك. واحد زائد واحد اثنين. لك دخيل العينتين. الله يخليك يا رب. الله يبارك فيك. بشار درويش. ها؟ بشار درويش. بشار درويش. وين ساكن؟ ساكن بأوبين. شو اسمه؟ لا أوبين. 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 كمان هاي حارة من حارات صافيتا. ضيعة. ولا ضيعة؟ ضيعة. ضيعة. أربعة وواحد يا بشار. خمسة. خمسة واثنين. سبعة. صاروا 100,000. أربعة وثلاثة. سبعة. كل عام تبقى بخير. وانت بخير. الله يرضى. مرحبا يا عمي. أهلا عمي. كيفك؟ الله يخليك. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو الله بخير. نشكر على الله يخليك. بقالية الربيع ها؟ تفضل. كان الربيع إي والله. لكن شو هلا؟ إياه يا رب. وأنا راحت مرتي وبابا بقي غيري والحمد لله. وين راحت مرتي؟ والله توفي. كيف توفي؟ تفضل يعني. معلش يا عمي معلش يا عيني. أنت الله يخليك. معلش. ها؟ معلش إيه منيح. وقف. أنا. لا أنا عم بقول لك مشانك والله. لا عيني خليك قاعد.
معلش معلش يا عمي احتراما لوجودك. لا يا عمي الله يخليك. اهلا اهلا وسهلا. ابو شو بيقولوا لك؟ ابو خليل. ابو خليل كم ولد عندك؟ اثنين. اثنين وبنتين. وحده زوجة توفى اذا بتسمع بالعنود، كان عنده الميكرو مكتوب عليه العنود. هذا توفى. هذا السير يعني؟ ها؟ لا لا والله جلطه بالحمام، فات على الحمام ولادي جلطه. نعم. وشب عمره غير. هلا شو عم تشتغل هون انت؟ انا والله قاعد بنزل خبزات معونه. الخبزات مو معونه، عفوا، على البطاقه لجيراني هون وهون بدون اي مقابل، حسن لوجه الله تعالى. وهذا المحل لا؟ هذا المحل لواحد من اولادي. ايه؟ انا ما عندي والله، ما عندي محل، عندي بيت بالبيت فوق قاعد معه. تنزل تقعد هون؟ بنزل بقعد هون، وين بدي اروح يا اخي؟ خضرة حاطط فاضي. شو حاطط؟ محل فاضي ها؟ فاضي والله. 4+1 4+1 5 بحمانة 50,000 كتر خيرك. 2-1 2-1 3 صاروا 100,000. عمي أبو خليل، شو اسمها هاي المنطقة هون؟ حوحو. حوحو. حوحو تابع على صافيتا. تابع على صافيتا. أي. مختارية مرج دياب. كانت سابقا، هلا بالساحة المختار من مرج دياب بساحة الدريكي فوق بالقدام. أعطانا أبدا الجوجل ماب. 4-1-5 سلام. شو اخبارك؟ الحمد لله. وين شايفك انا؟ مشابه علي. عفوا بالاجراح الاخذ. نعم. ايه شو بدك؟ مشابه علي؟ نعم. عرفتيني؟ ايه ولو مين؟ سوري سوري بس بنسى شو اسمه. سوري؟ ايوه تلفزيون سوري. ايوه تلفزيون سوري. يا الله والله. طيب وين رايحة؟ والله رايحة عبت اهلي. ها؟ عبت اهلي. عبت اهلي؟ اي والله. شو اخذة معي؟ والله ورق عنب. ايه. بدكن تطبخ ورق عنب؟ لا شو قلنا ناكل؟ ها؟ ايه والله. هي لبكره ولا اليوم؟ لا عبكره بقى لحق الليله. ابقى تلحقي؟ لا والله كيفكم؟ ليش الله يوفقكم؟ ليش ابقى تلحقي الساعه؟ لا والله ما بيلحق. لا والله العظيم. بده وقت. الله يوفقكم. بعدين بده طبخه على نار هاديه. لكل ولحم وكذا وبتعرف. ايه معظوم. ساكنه مع بيت اهلك؟ لا والله انا متجوزه بس رايحه زياره على بيت اهلك. كم ولد عندك؟ عندي 3 صبيان وبنت. اي والله. ساكنة هون بصافيتا؟ اي والله. 3 صبيان وبني؟ اي والله. تشتغلي حضرتك؟ لا والله يا خيي بشتغل ولا شيء. مين عم بيصرف على البيت؟ والله اولادي، احيانا بيشتغلوا عامل، احيانا وجوزي عامل، يعني ما انه بزياده بزياده بيشتغلوا كثير كثير والله. الحمد لله والله 10,000 حقنا وده. هذول حقين 10,000؟ اي والله كيلو ب5. جايبه كيلو وين؟ لك. شان غدا بكرة ها؟ لك شو بدنا نعمل؟ وشو شارية كمان؟ قديش حشارية؟ صلحت تندرتك بتاخذنا. لا طيب والله ام شو بيقولوا لك؟ ام سليمان. ام سليمان يا ام سليمان يا عيني يا عيني. 4+1 وي الخمسة عيني روحي. بحكي معنا 50,000. تسلم بارك الله فيك. واحد وواحد والله العظيم اذا قلت لك اكبر حسني هلق عملت في شغلات ما راح اقول لك اياها. في شغلات ما رح اقول لك اياها. انت ربحتيها، انت ربحتيها بعرق جبينك. والله عراسي بارك الله فيك. لا 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 ابدا، هي مسابقه بعرق جبينك يا خيي. هلا بدي احكي لك البخور لعبك تحت. هسه هسه ما خلصنا. ايه عراسي. 4-1-5 صاروا 100,000. لا لا خلص يا خلي عيني. خلي خلي خليهم هلا خليهم بعدين تحطيهم فرد حطه. يلا عراسي الله يوفقك. أبوس ربك يا أخ. والله العظيم خجلت من عراسي. 6-4 10. برافو عليك. الله يسلمك. 150,000. الله يسلمك. وفقك يغني فقك. حيجي حيجي حيجي.
والله حرام حيجي، خلينا غيرنا. لك دخيل ربك انت شو القانون معك؟ لك لا يا عمي خلينا غيرنا الله والله. لك يا عمي روح مشيها والله العظيم ما بصيرك حي. ام سليمان ايوه يعني مثال لشو للقناعه والله. اي والله والله حمد 50 حاجتي وردي خذ الباقي. لا والله اعطوا له غيرنا لسه ما خلصنا بدنا نكمل لربع مليون. لا لا دخيلك خلي سفرة على الطريق. الله يغلب عطرته لحيجة. واخ اثنين واثنين ويلي أربعة ويلي أربعة صاروا 200. لك يا خيي والله لك بحياة بيك والله ما عاد آخو. لك يا عمي أبغى بدي آخو والله والله العظيم آخو. لك يا عمي والله أبغى. طيب معلش من بعد من بعد أمرك من بعد أمرك. أنا بعرف أنت قد نفسك عفيفة على راسي على راسي تسلم. طيب الله يسلمك. هدول قد صاروا؟ 50 و50 100 و200 200 ألف حيجة. أعطيني الميتين ألف. تفضل تفضل يا عين. هدول الميتين ألف رح نرجعهم تعرفي ليش؟ إيه إن شاء الله. حزري ليش؟ والله ما بعرف. لا والله بدك تعرفي. والله ما بعرف. حطي بدك تعرفي. لا والله أبعد. لأنه إذا قلت لك واحد زائد واحد قد بيكونوا؟ اثنين. ربحتي معنا مليون ليرة سوري. لا دخيلك أبعد. لا والله بدك. لك يا خي والله أبعد. يا عمي أبعد. رحمة أمي بدك. يا عمي والله العظيم. والله بدك. والله العظيم. ربحتي. لك يا عمي أبعد. لا والله. يا عمي أبعد. والله. لك يا خي والله أبعد. بحياة بيك هلا بتخجليني أنا ضيفكم على راسي على راسي على راسي. ضيفكم جاي من حلب اليوم ربحتي ما معنا قناعة بالخفيف ما عندي ما بدي. طيب هاي قناعتك والله رزق حلال ساقه الله إليك. يعني في داعي شو بدي أقول؟ تفضلي رجعنا الميتين ألف وربحتي معنا ببرنامجنا من قلب صافيتا بريف طرطوس مع الناس لبعضها مليون ليره سوري. والله العظيم ما عندي غسالة اني غسل ايدي الله بكي ماني مقل. شو بدي اقول لها ابا شو بدي احكي والله العظيم. تشتري غسالة؟ اي والله بدي اشتري بيه الله وكيل. اه والله العظيم ما عندي غسالة اني غسل ايدي الله بكي وغيره وسلامتي وبدي ادعيكم. اه تأمريني بشيء؟ لا والله انت ابو راسي. لك انا بدي عيني خلت دخل الله يوفقكم. ام سليمان انا بفتخر فيكي. بارك الله فيكم. وانا امي ميته الله يرحمها الله يسلمك تعيش انت بمقام الوالده. والله على راسي. شو بتأمرينا نحن جاهزين؟ لا لا الامر لا الله دخيلكم سامحونا والله العظيم انا ما بفكر يعني بس ماني مقلي بس نشتري الغساله. اي والله هي امام الله. اه وهودي وعيوني وصحتي بدي اغسل بقي اتغسل لايدي والله كنت غسل لايدي دخيل هالايدين والله كنت فيق بكي غسل لايدي الله بكيه والله رح اجيبها. ها والبعد لا دخيلك يا اخي دخيلك بدك شيء والله سلامتك. لك من وقت اللي نزلت بهالسياره ايه. قلبي حسني انه في خير بتصدق وقت اللي لفت هيك لفيت صفيت من طرف. ايه والله قلت لهم شايفينها بدي اياها تكون معنا متسابقه. ايه والله العظيم على راسي وعيني من التشرف. بارك الله فيك الله يوفقك. بتكبر القلب يا جماعه ما عم بريد اخلص معك. لك عيني اللي خلصت بتكبر القلب. يعني هلا اذا بدي اقول لاولادي ما عاد احكي بدي احكي شو بيقولوا لي ابي ما يصدقوني اولادي. لا بيصدقوكي بس يشوفوا الحلقه بيصدقوكي وانت ما احلاهم ما يصدقوا امي. لك بيقولوا لي يعني من هنا جبتي قليلهم مكتوب عليهم برنامج الناس لبعضها مع شادي حلوه. بارك الله فيك بس عيني ربك عيني اللي خلقك عيني ربك. يلا السلام عليكم. سلمي شو اخباري؟ وين رايحة؟ هي على السوق. على السوق؟ ايه. شو بدك تشتري بالسوق؟ ها؟ شو؟ انا اللي نزلت طلعي تعالي تعالي الله يخليك شاركي معنا ببرنامج المسابقات بس روقي شوي. شو بدك تعالي تعالي ها؟ لك يا اخي الله يخليك. واحد زائد واحد ها؟ واحد وواحد ايه خليني احكي هذا تحكي الولد هذا هاي 50 ألف. لك حكي حكي هالولد هذا حكي ايه. شو؟ عمتو قديش 2 زائد 3؟ قديش 2 زائد 3؟ هذا ده بيحكيك 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 هذا عمو بيحكيك. جو طلع علي طلع علي طلع علي طلع في طلع في طلع علي خليك واحد وواحد طلع في نعم برافو عليك هاي 50 ألف. طلع في طلع في عمتو طلع في بيحكيك بيحكيك ثلاثة واثنين خمسة خمسة برافو عليك هاي 100 ألف. واحد وواحد ايه برافو عليك 150 ألف. انت عمته؟ انا عمته.
انت بتربيه يعني؟ نعم. انت عم تربيه؟ اي نعم. وين اهله؟ ابوه بالبيت، بس امه تركيته، كان طفل صغير وتركيته راحت. انتم من هون من صافيتا؟ نعم. انتم من صافيتا؟ ايه. انت عمي، العمه دائما اوقاتا بتكون احن من الام؟ نعم. العمه بتكون حنونه، يعني العمه بتكون مثل الام، مثل الام. ها بتواخذ دي بابي ولا يهمك ولا يهمك. ايه. انتم ساكنين هون بصافيتا؟ ايه. ها ثلاثة واثنين؟ نعم. ثلاثة واثنين خمسة. هدول لألك. يسلم ودياتك. هاي 50,000 إلك. يسلم ودياتك أخي. اثنين واثنين. حكي هذا الولد، حكي الولد. هو خلص. إيه بس هو يعرف، ما بيعرف يصوب. اثنين واثنين. أربعة. برافو عليك. الله يديمك يا أمي. يلا. السلام عليكم. يسلم ودياتكم. شكريكم كثير. أنتم من أي جمعية؟ نحن برنامج مسابقات. وانتي ربحتي بعرق جبينك لانك سالتك وجاوبتيني. شرفنا بعرفتك. سالتك وجاوبتيني، فهذا ربحتي معنا. عندي اخوها كمان عم ربي معه تخلف عقلي. والحمد لله. عليه العافيه ان شاء الله. نعم. عليه العافيه ان شاء الله، السلام عليكم. الحمد لله، شكرا. عليك بخير يا عالم. شو اخبارك؟ والله داعي لك الله يسلمك ويخليك. ابو ايش بيقولوا لك؟ ابو بسام. ابو بسام؟ اي نعم. شفتك وقفت عند الصراف. نعم. شو بو الصراف؟ خارج الخدمه؟ لا مبين بالخدمه هلا. اي هيك مبين بالظاهره. انت بس كنت عم بدك تسحب منه مصاري يعني؟ بدي اسحب كنت منه مصاري. شو بدك تسحب؟ ها كنت بدي اسحب بدي اطلع لي بهالبطاقه. نعم. انت موظف متقاعد؟ موظف متقاعد. وين كنت قبل؟ كنت هون بصافيتا. موظف هون بصافيتا؟ كنت انت من صافيتا؟ لا. كان من وين؟ انا من لاتقي، من جبلي. عراسي والله جبلي. حضرتك يا هلا. ابو ايش قلت لي؟ ابو بسام. ابو بسام. ابو بسام. نعم. ابو بسام يا ابو بسام. نعم. 4-1 ابو بسام. 4-1 5. كم ولد عندك دخيل هالضحكه؟ الله يسلمك. عندك فضل ربحت معنا 50,000. الله يعزك ويبارك فيك. عندي 8. ما شاء الله. اي والله الله. بسام موجوده؟ بسام موجود. الله يجعلكم دائمين. الله يسلمك. قاعدين هون مستقرين بصافيتا؟ والله قلنا بيطلع شي 30 سنه. 30 سنه هون. 30 سنه بس السنه فوزنا هونيك. اي بس الاولاد هون بحكم العمل قعدنا هون وسكننا هون. 4 و3. 4 و3 7. فوق واحد. فوق واحد 8. صاروا عدد اولادك وفوق 8 2. هاي عدد العيلة. اي نعم. صاروا 100,000. الله يبارك فيك. ما في داعي تسحب لصرف، تركنا اياهم لبعدين هلا. انا ممنونك. الله يخليك. الله يوفقك. 6 6 و3. 6 و3 9. وفوقهم واحد. فوقهم 11. صاروا 10 عدد افراد العائله مع ابوهم وامهم، صاروا 150,000. طيب. اخ والله انا بعشق جبلي. والله على راسي على راسي. بعشق اهل جبلي. الله يجزاك. 2 و2. 2 2 4. لسه فوقهم 6. 6 10. عدد افراد عائلتك. الله يحيي. صاروا 200,000. الله يحييك. كملن على ربع مليون. كلك ذوق، الله يبارك فيك. عمي ابو بسام. 1 و1. 1 و1. ولسه فوقهم 8. وقت 8 10. عدد افراد عائلتك. تمرنا بشيء. سلامة عمرك. احنا الله. ابو بسام الورد. الله يبارك فيك. يطول لي في عمرك. على راسي على راسي. سلمك. كيف اخباري؟ نشكر الله. منيحه
الحمد لله. وين رايحة؟ رايحة عكنيسة الكاتولي. بس أنا ما عرفتك. ما عرفتيني؟ لا والله لهلق ما عرفتيني. دققي منيح. ما دق اختيرت أبقى أشوف. والله أبدك أبدك هالشوفة. شو بدك تشوفيني؟ أنا شادي حلوة. سمعاني بهالاسم؟ سمعاني. إيه أهلا والنعم. أربعة زائد واحد. والله هلا هيك أربعة هيك غدرتونا. أربعة زائد واحد شو بيعرفنا؟ أربعة زائد واحد شو بيعرفني؟ ربحتي معنا. معنا 50,000. يسلم. ثلاثة واثنين. ثلاثة خمسة. برافو عليك. صاروا 100,000. ستة واحد. سبعة. برافو عليك. ما تضحكوا علي. لا هدول 150,000 صاروا. والله 150 ليك ها. كل كرستين مكسورين بكرسي ليك. هلا يسلم. مبروك. ميرسي. بارك بعمري. الى الكنيسه. فضلوا شرفونا. صلي لنا فنجان قهوه. الله يحميك ويكون معكم. وادعي لنا. والله دخيله حماك انت. الله يخليك. الله يديمك. المآزق اللي مرقت. شكرا شكرا. هلا الحمد لله على السلامة. يسلم. يا حلبيه وين ما رحت لحلبيه لحقيني. ايش عم تعملي هون بصافيتك؟ ايش عم تعملي؟ انا هالصبي والله. ها؟ انا هالصبي. ايش قصدك هالصبي؟ ايه هذا ابني. صار عمره 70 سنه بركي. والله عمره 38 سنه. انا ايش مرة... عم تعملوا هون؟ والله بركي انا وياه بطلع على حرمه. ايه وهون بركي. بطلع على حرمه هون بصافيتك؟ بصافيتك مرة طيارة. بتشتغلي يعني؟ ايه الحمد لله على طول رضا. شو صار لك هون؟ ايه صار لي 8 سنين بنزل وبطلع حلب. ستة وواحد. ستة وواحد سبعة. اي 50. سلام. أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة. ما أربعة وثلاثة. سبعة. سبعة. واحد وواحد. تعب دو قل له قل له. أنا وهالصبي. هالصبي عمله 40 سنة لسه سبحان الله. الأم دائما واحد وواحد. أربعة. أربعة أخو هي أربعة. يلا باي باي. كيف اهلا وميت سهل. مرحبا كيفك استاذ؟ شو اخبارك؟ شو هالموتور تفضل. طير عليه طيران. ها شيء تمام. ها والله شيء حلو. شو صاير معك؟ ميت سهل. بتر الطرفين. طرفين ومركب طرفين. عم تشوف منيح. ما شو اسمك؟ احمد ديوب. احمد ديوب. احمد انت من هون من صافيتا؟ متزوج؟ زوجتك عندك ولاد؟ زوجتي. لا ما عندي ولاد. الله يطعمك. الله يسلمك ابو حميد. يا ابو حميد شو عم تشتغل هلا؟ فاتح كشك هون بصافيتا. قد ايه يعني بتطلع منه شهريا هيك كذا؟ يعني تقريبا ال 130 150 هيك شيء. وهذا الموتور كيف جايبه؟ هذا الموتور قدمت لنا اياه السيده الاولى. دخيل ربك. شو بك ليش هيك عم تطلع؟ بامرك معلم. حبيبي يا اخوي. شعرات حلوين وشب ما شاء الله تسلم. بتاخذ العقل. تسلم. اربعه وواحد. اربعه وواحد. شارك معي بالمسابقه. اربعه وواحد. خمسه. برافو عليك. 50,000. خمسه. ستة واثنين. ستة واثنين ثمانية. صاروا 100,000. أربعة وثلاثة. ألو. أربعة وثلاثة سبعة. عن رحبك. خلاص بدي تقول لهم عم تفرجوا على شادي حلوة عم صور. وين المشكلة في الموضوع؟ أهلا وسهلا فيك. صاروا 150,000. ستة بس ما تخبري كل صافيتها. تخربي بيتنا. ستة وأربعة. ستة وأربعة. ستة وأربعة. عشرة. عم تنقلوا والله. عشرة. قدي صاروا؟ 200. بقي معنا سؤال الربع مليون كفيون. ستة وثلاثة. ستة وثلاثة تسعة. كل عام انتو بخير. كل سنة وتسنة. ونفتخر فيك وبكل شاب
قدم قطع من جسده في ده الوطن. تسلم الله يعزك. يوم كنت ما أحضر لك في فيديو. هلأ حلقة صفيتها مطولة شوي. والله اليوم كنت ما أحضر لك فيديو. عم نعمل جولات مطولة حتى تنعرض. هون بقى هون حسب ما بزحف القتال كنت ما أحضر لك فيديو. نعم. إيه والله العظيم اليوم. لا بك أن تفضلوا يا حبيبي. مش مشاقة. وهيك بكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة الخامسة من برنامج الناس لبعضها، واللي كانت مخصصة لمدينة صفيتا وأهل صفيتا الحقيقة اللي بيرفعوا الرأس. هذه الحلقة مقدمة على روح الحجة فضيلة وابن محمد، أيضا مقدمة من الأخ عمار أبو محمد فاعل خير من السويد، ومقدمة أيضا على روح المرحوم عليان ابن حسن، الأخ رامي وهو مقيم في بريطانيا، الأخ شيخه أبو فؤاد، والأخ أنور وزوجته عرفان، وأيضا مقدمة من فاعل خير. الناس لبعضها مستمر، وإن شاء الله سنتابع في كامل الأراضي السورية من أجل المحاولة ولو بجزء بسيط لرسم بسمة مؤقتة على وجوه سوريين، وحتى ألتقي بكم بحلقة جديدة. الناس بعض الإنسانية لا جغرافيا لها. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.